بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، وعلى آله وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم يا رب العالمين، نتوجه إليك بمغفرتك بعبادك ورحمتك بهم ولطفك بهم يا رب العالمين، بأسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، برسولك سيد المرسلين وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين، أن تقبلنا عندك يا رب برحمتك أرحم الراحمين. أجبر كل نقص فينا بجبرك يا أكرم الأكرمين، واستر كل عيب فينا بسترك يا أرحم الراحمين، وكمل كل نقص فينا بكمالك يا رب العالمين. وجلل يا رب يا أكرم الأكرمين إيماننا وإسلامنا وإحساننا بالجلال والكمال والجمال على الوجه الذي يرضيك عنا، كما كملته في سيد المرسلين الذي جعلته أسوة للعالمين وقرة عين للمؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، صلاة وسلاما تنجينا بهم من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بهما جميع الحاجات، وتطهرنا بهما من جميع السيئات، وترفعنا بهما أعلى الدرجات، وتبلغنا بهما أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه يا رب العالمين. وكما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأخواتنا وإخواننا وذريتنا وجيراننا ومشايخنا وأساتذتنا وأحبابنا وكل من سألنا الدعاء برحمتك يا رب العالمين، وجميع أمة سبيل حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، السابقين منا والحاضرين واللاحقين بفضلك ورحمتك وجودك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث أبي جمرة المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الوجه الثاني من الحديث الثالث، وهو حديث البيعة المشهور عن سيدنا عبادة بن الصامت الذي ذكر فيه بيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة. وأول شيء في البيعة ألا تشركوا بالله شيئا، يتكلم في هذا الوجه على هذه الجزئية. يقول في الوجه الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام على ألا تشركوا بالله شيئا، هذا لفظ عام لأن الشيء يتناول القليل والكثير. الشيء هو أمر وجودي، يطلق الشيء على الأمر الوجودي للعدم، ده عند المناطق كده. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، الله موجود هو أعلى الأشياء لأنه الموجود بحق، وعشان كده قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، يعني شيء، يبقى الشيء يطلق على الموجود، لا يطلق الشيء على غير الموجود على المعدوم، فيطلق على الكثير وعلى القليل وعلى الكامل وعلى الناقص مطلق، يعني يبقى هو ايه لفظ عام. وعلشان كده لا تشركوا بالله ايه شيئا، يعني لا قليل ولا كثير ولا عدد ولا معدود ولا موصوف ولا صفة ولا اي حاجة، يعني خالص. ألا تجعل لله ندا وهو خلقك، عشان كده بيقول لك هذا لفظ عام لأن الشيء يتناول القليل والكثير. وبتخصص هذا اللفظ افترقت الشيعة كلها، كل بقى فرقة ضالة تلاقيها أشركت بالله شيء ولو قليل، وكلما ازداد الضلال أشركت بالله شيء كتير. وعشان كده الفرق اللي ضلت أشركت بالله أشياء، بعضها شيء واحد وبعضها شيئين وبعضها عدة أشياء. وبالتالي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في هذه البيعة أن تتجنب كل هذه الفرق،
وأن تكون على ما كان عليه النبي وصحابته الكرام. فنسأل الله أن يحققنا بحقائقهم ويسلك بنا مسلكهم وأن ينير بصائرنا. وبتحقيقه والعمل على عمومه بانت الفرقة المحمدية الناجية من تلك الشيع كلها، لأن الفرقة الناجية المحمدية هي التي لا تشرك بالله شيء، لا قليل ولا كثير، إنما اللي بيشرك بالله ولو شيء قليل، ولو قدر النملة، ولو قدر الذرة، خرج ما بقاش تبع النبي، خلاص بقى ضلالي. والضلالية برضو أنواع، في ضلالي درجة أولى، ضلالي درجة ثانية، ضلالي بشرطة، ضلالي بشرطتين، ضلالي على تقيل، ضلالي على خفيف، وهكذا أنواع بقى. والضلال لا نهاية له، لا يعلمه إلا الله. لكن على أي حال الحق معلوم والضلال لا نهاية له، يعني الضلال بقى أتكلم فيه لا تنتهي من الكلام عليه، لكن الحق تقدر تحصره وتتعلمه وتتحقق به. يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. فأراد عليه الصلاة والسلام بهذه البيعة هنا بشروطها لكي يتبين بها طريقه، لكي يتبين بها طريقه وطريق أصحابه، لأنهم المخاطبون بهذه البيعة، فتبين بذلك الفرقة الناجية، فمن تبعهم في حقيقة هذا العموم المذكور كان منهم، وإلا كان من المخالفين لهم بحسب تخصيصه لذلك العموم، قليلا كان أو كثيرا. فعلى هذا فيحتاج إذن إلى بيان بعض هذه الفرق. حيتناول هنا بعض الفرق الضلالية التي يجب عليك أن تتجنبها أيها المسلم، ويبين لك أوجه الضلال فيها، لأن لما تعرف الضلال تعرف تتجنبه برضه، وإلا ممكن يأتيك دون أن تشعر. وهذا الوجه من أهم الأوجه في الكتاب كله، في الكتاب كله من أوله لآخره. صدق بقى، يعني الكتاب ده جزئين وأعداد ضخمة، اللي يحضر الوجه ده كده على 3-4 أعداد ويروح ما نشوفش وشه ليوم القيامة، وفهمه نطمئن عليه، خلاص نطمئن عليه، كأنك أنت طعمته واطمئنت عليه. حتى لو حطيته في وسط الجربانين، في وسط المشلولين، في وسط اللي عندهم سلم، مش هيتعدي خلاص، لأنك طعمته خلاص، بقى عنده إيه؟ عنده مناعة. إنما لو ما خدش هذه المناعة تبقى خايف عليه، كل شوية حد يعطس في وشه، يعطس زيه، كل ما واحد يطلع له هفة في مخه يروح يدخل لك الهفة دي في مخ اللي بسم الطعم. كل ما يحضر لك واحد في الإذاعات اللي بتحصل، وفي الفضائيات والفضحيات والحاجات اللي بيعملوها، كل ما يملأ قلبك مشاكل أنت مش عارف تحلها. لأن كل ده ليه؟ عشان ما عرفتش أصول الحق إيه وطرق الضلال إيه. لما تعرف طرق الضلال تقوم أول ما يبتدي يتكلم تلاقي الجدع ده ده بيتكلم بطريقة الضلالية قبل ما يقول. صدق، وأنت كده أول ما يبتدي يخش مدخله تقول ده مدخل ضلالية، قبل ما تعرف هيكمل إيه. صدق بقى دي، ولازم تعرف الحكاية دي، لأن الضلالية كتير، والضلالية بيجوا في صورة ناس محترمين في الظاهر. مش بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني كلامهم حلو مترتب، وتتفرج عليهم هيئة قيمة وسيمة، ودول منافقين. شفت بقى المصيبة؟ ويمكن الحق تلاقي مع واحد هزيل ضعيف كده بيوضع سره في أضعف قلب، ويمكن هدومه على قد حالها، ويمكن ما عندوش يعني الوجاهة ولا حسن البيان كما أوتوا هؤلاء. فهمت إزاي؟ لأن تملي الضلالية لسن، علشان يحاول يلبس الضلال بتاعه لازم يلبسه بلباقة، وإلا أصله هو كمان مش غبي عشان يقول لك أنا ضلالي. طب ما أنت مش هتسمعني، أول ما يقول لك أنا ضلالي هتسمع له؟ لا، يبقى لازم يبين لك نفسه في مسوح أهل الحق، ويبتدي بقى يلف لك ويعملها لك، تقوم أنت تبتدي تغتر بكلامه فتسمع لقولهم ويعجبك أزهرهم. فحذاري حذاري. لكن على أي حال لما تعرف الأصول ساعتها اسمع أي بني آدم، واقرأ أي كتاب، أبقى مطمئن عليك.
لان خلاص بقى عرفت انت ايه المقاييس، ايه ماشيه ازاي. عشان كده الوجه ده وجه هام جدا جدا جدا. والضلال اللي بيقوله ده في ناس بتقول دي الى الان، وفي الازهر الشريف وفي كليه دار العلوم وفي كليه اداب قسم فلسفه، وبعض الصحفيين وبعض المتعلمين وبعض المتدينين بيقولوا بالضلال ده الى يومنا هذا. ولولا اننا في رمضان وغيبت هؤلاء الناس قد تكون فيها نوع يعني شميمه تفشي، لكنت اقول لك اسماء كثيره قوي، لكن لنا في رسول الله اسوه انه لم يذكر اسماء المنافقين، ويكفي انك انت تعرفهم بلحن القول. فاحنا على الاقل تعرف اللحن بتاعهم ايه، واخد بالك؟ تاليف وتلحين فلان الضلالي ابن الضلالي. فاول ما تعرف تاليف وتلحين مين، خلاص انت تسمع اللحن تعرف على طول بدون ما تعرف الاسم بقى. عشان كده عايزين ايه نقرا الكلام ده ونفهمه كويس. ولولا التطويل لذكرناهم قسما قسما، يعني لو ده التطويل كان يجيب لك الضلالية في عصره اسم اسم، وبيقول ايه كل ضلالية عصره. عصره سنة 700، تصور انت بقى لنا 800 سنة كم ضلالة ولد كمان. يبقى احنا بقى لو قعدنا كمان يعدد لنا هو من لحده، وبعدين نعدد احنا كمان اللي لحدنا، مش هنخلص. لكن الاحسن انك انت تعرف ايه القواعد والاصول اللي بها تميز الحق من الباطل. بعد كده كل ما ينبت نبت باطل تعرف انه باطل وخلاص، سهلة بقى. ولكن بالمثال لمن له نظر يتبين له الباقي. كفاية عليك المثال، وكل اللي يحظو حظه يبقى تبعه. مع انه لابد لنا من بيان الطريقة المحمدية وتبيين الفرقة الناجية، وبتبيين ذلك يتبين ما عداه من انواع المخالفات. ولكن نذكر منها شيئا زيادة بيان وإيضاح لفساد مذاهبهم وكيفية سوء اعتقادهم. فمن جملة الشيع المخصصة لهذا العموم اللي هو أشركوا بلا شيء، يعني خصصوه، الذي به مرقوا من الدين، يعني خرجوا من إيه من الدين الحق، هم القدرية. دول أول فرقة ظهرت على فكرة، ظهروا أيام الصحابة اللي هو معبد الجهني ده في عصر الصحابة بعد وفاة النبي في الكوفة. معبد الجهني أول من قال بالقدر. يبقى أول فرقة ظهرت من أول الصحابة ابتدى الضلالية يظهر. أيام النبي ظهر مين؟ المنافقين. أيام النبي كانوا المنافقين مندسين في وسط المسلمين، ضلالية في وسط المسلمين. فهمت إزاي؟ وبعد وفاة النبي ابتدى بقى يظهر فرق تانية. القدرية كانت أولهم، وبعدين الخوارج، وبعدين توائف شيعة وغيرهم وغيرهم، والمجسمة وما زال المجسمة إلى الآن، والمعتزلة وما زال بعض فكر المعتزلة إلى الآن موجود ويدرس. كل الحاجات دي موجودة بقى، لكن نبتدي بالقدرية ليه؟ لأن هي أولها ظهورا بعد المنافقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بالقدرية لأنهم بيقولوا إيه بقى القدرية ضلوا ليه؟ لأنهم يقولون بخلق أفعالهم. القدرية دول فكروا ازاي؟ معبد الجهني فكر ازاي؟ قال بطريقة في ناس كتير لحد دلوقتي بتقول بيها. قال لو ربنا يعرف انا هعمل ايه وبعدين يدخلني النار بعد كده، وهو عارف مقدما، وبعدين يخلقني وعارف مقدما انا هعمل ايه، يبقى كده ظلمني. يبقى كأنه بيخلقني عشان يدخلني النار، طالما هو عارف مسبقا انا هعمل ايه. شوف طريقة تفكيره بقى، شوف الشيطان بيلبس لك الحق ازاي. طيب نحلها ازاي يا معبد يا ضلالي؟ يجي لك معبد الجهني يحلها يقول لك ايه؟ يبقى اكيد ربنا عادل مش ظالم، يبقى اكيد ما يعرفش انا هعمل ايه. فهمت ازاي؟ والا هيخلقني ليه؟ يبقى هو بيخلقني وهو ما يعرفش انا هعمل ايه، يبقى انا اللي بخلق افعالي وانا اللي بختارها وربنا ما يعرفش انا هعمل ايه مسبقا. شفت بقى طريقته؟ كل ده علشان ايه؟ ينفي عن الله الظلم فأثبت لله الجهل، وينفي عن الله الظلم فأثبت للخلق أنهم يخلقون مع الله. شفت بقى المصيبة؟ فرح وقع في خلق الأعمال، إنك أنت تخلق أعمال نفسك، يعني أنه مش لا حول ولا قوة إلا بالله بقى، ده بقى بقوتي، بقى بفعلي، بقهري،
كأن بقى هناك خالق مع الله، فاعل مع الله، مش فاعل واحد، ده كل الخلق بقوا فاعلين. فشوف أشرك بالله كم واحد بعدد الخلق، لما كل الخلق بيخلقوا أفعالهم يبقى أشرك لله معاه كم خالق؟ بعدد خلق الله، مش شيئا بقى واحدا، ده مليارات ومليارات. شفت المصيبة بتاعته؟ دي طريقة تفكير. علشان كده قال لك إيه؟ لأنهم يقولون بخلق أفعالهم، وهذا منهم خطأ واضح بدليل العقل والنقل، هيدلل لك بالعقل والنقل. أما العقل فقد أجمع العقلاء على أن خالق الوجود واحد، الخالق واحد مش متعدد. وربك في القرآن بصريح العبارة بيقول الله خلقكم وما تعملون، مش كده برضه؟ والخالق واحد. فقد أجمع العقلاء على أن خالق الوجود واحد ليس له ثان. وأما النقل فقوله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يعني لو كان في خالق مع الله لفسدت. وهم قد جعلوا لله تعالى شركاء عددا لا يحصره إلا هو عز وجل، فلم يحصل منهم الإيمان بمقتضى هذا العموم. ولأجل ذلك بكى عليه السلام حين ذكرهم وقال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وسماهم مجوس هذه الأمة. وعشان كده لما راحوا سيدنا عبد الله بن عمر أول ما معبد الجهني ظهر في الكوفة، أم إيه الناس اللي سمعوا كلامه طلعوا في موسم الحج عشان يقابلوا سيدنا عبد الله بن عمر في المدينة المنورة، يسألوه عالم الصحابة، قالوا له لقد قال معبد الجهني في الكوفة أن الأمر أنف. أنف يعني مستأنف، يعني غير معلوم مسبقا، أدي معنى كلامه. قال كذب والله، لقد قال صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلو ومر. فالقدر يعني الشيء المكتوب، يعني المعلوم مسبق، عشان كده سموهم القدرية لإنكارهم القدر، يبقى سموا القدرية لإنكارهم القدر. ودلل على أنهم ليسوا مؤمنين سيدنا عبد الله بن عمر بأن رسول الله قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، والقدر يعني المقدر مسبقا قبل خلق الخلق. فهمت إزاي؟ يبقى رد عليهم بهذا، يبقى معناه أن فعل العباد واختيار العباد في علم الله قديم، أما الله سبحانه وتعالى علمه لا يقتضي إجبارهم، علم الله لا يقتضي الإجبار إنك تجبرهم على فعل هذا الشيء. فهمت؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقهم قابلين لهذه الاختيارات، ويعلم قوابلهم مسبقا، فيعلم مقتضى اختيارهم قبل اختياره بس، ثم بعد ذلك يسألهم عن هذا الاختيار ويخلق أفعالهم عند اختياره. يعني لما تختار انت مثلا تعمل حاجة، ربنا سبحانه وتعالى يخلي نيتك تتوجه لهذا الاختيار، فيخلق لك القدرة على فعل هذا الاختيار بمقتضى نيتك. يعني انت ماشي في الشارع سمعت الأذان، قلت اروح الجامع ولا اروح الخمارة؟ تروح انت ناوي تروح الجامع، يوم ربنا يخلق الاختيار فتتوجه لك رجلك للجامع. فهمت ازاي؟ بمقتضى نيتك بقى. او واحد تاني ضلالي، ربنا سبحانه وتعالى يلاقيه اختار الخمار، يبص لاقي رجله حودت على الخمار او حودت على اي حاجه فيها معصيه. يبقى هي الفكره ان اختيارك بيتم، فبتختار، ربك يعرف اختيارك مسبقا بمقتضى قابليتك، فاذا اخترت خلق لك الفعل القدرة على فعل هذا الذي اخترته، يبقى هو الخالق. فينسب إلى الله خلقا وإيجادا، وإلى العبد فعلا واكتسابا. يبقى ينسب إلى الله خلقا وإيجادا، وإلى الله فعلا واكتسابا، وإلى الخلق فعلا واكتسابا. واضح؟ يبقى الخالق هو الله، هو اللي خلق المعصية، هو اللي خلق المعصية، خلق الكفر، خلق الكفر، خلق الإيمان، خلق الإيمان، خلق الطاعة، خلق الطاعة، خلق كل شيء. يبقى من حيث الخلق فالله هو الذي خلق هذه الأشياء كلها، ثم بعد ذلك يكتسبها العبد باختياره بنيته وعزمه على فعلها، فينسب إليه كسبها فقط. أدي كل الحكاية.
زي كأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الكفر وماشي في الهوى، وخلق الإيمان وماشي في الهوى، وكل واحد بيسقط اللي هو عايزه. فهمت ازاي؟ الكفار يمدوا ايدهم يلقط الكفر، والمؤمن يمد ايده يلقط الإيمان، لكن لا المؤمن خلق الإيمان ولا الكافر خلق الكفر. ده الكفر موجود والإيمان موجود والمعاصي موجودة والطاعات موجودة، كله موجود، وانت ماشي في السوق قاعد تختار وتعبي وتحط في شنطتك بتختار منها، يبقى انت بتاخد اختيارك، لكن ما اللي بتختاره مش انت اللي خلقه. فهمت بقى الفرق؟ ادي المسألة. جم بقى فرقة على النقيض عايزة تعالج مشكلة اللي انكروا القدر مطلقا، وقال لك ان الامر اونف يعني مستأنف، يعني الانسان يخلق افعاله. قالوا لا لا ما يصحش كده، كده هتخلوا مع الله آلهة أخرى تخلق معاه؟ لا لا اختشوا، احنا بقى الجبرية بقى، ده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وهو اللي بيعمل على أيدينا كل حاجة، احنا ما بنعملش حاجة، نحن ما نحن إلا أبواق لإظهار مراد الله منا وفينا بلا اختيار لنا مطلقا، فنحن مجبورون على فعل ما نحن فيه مطلقا لا اختيار لنا. شوف بقى النقيض، ما هو كل فعل له رد فعل. اهل الحق تلاقيهم في النص تملي، لا واقع هنا ولا واقع هنا، لا واقع في الجبر ولا واقع في الاختيار، هم دول اهل الحق. ليه؟ لان انت نفسك شاعر جواك انك انت عندك القدره على الاختيار في اي حاجه. طب روح كده اشتري بنطلون، الراجل يعرض لك 10 بنطلونات، تروح انت مختار واحد. مش كده برضه؟ بتحس انك مجبور انك بتختار ده؟ بتشعر جواك انك انت مجبور؟ ما بتشعرش انك مجبور. هل بتشعر وانت متوجه الى المسجد ان في سلسله اتربطت في رقبتك جرتك؟ ممكن على اخر لحظه وانت على باب الجامع يجي لك تليفون محمول، الشله قاعده بتلعب قمار، يروح سايب الجامع ورايح يلعب قمار. صح ولا يعني مختار في كل لحظه، في اي لحظه، حتى لو دخل الجامع. بعد ما يصلي ركعتين يجي له الهاتف الهاجس الشر، يروح سايب الجامع وماشي. مش كده برضه بيحصل ولا لا؟ وانت بتستشعر ان عندك هذا الاختيار ولا بتستشعر ان عندك، ازاي تنكر انك مختار؟ وفي نفس الوقت بتستشعر ايضا انك مقهور. مش كده برضه؟ يبقى انت مقهور مختار في آن واحد في امور وامور. في الامور التي ليست لك اختيار فيها فانت مأمور فيها ان ترضى بها لانها من الله فقط. والامور التي انت مكلف فيها فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. ثم تمشي الامور متزنه. شوف الرسول حل لك الاشكال. يبقى في امور ربنا جبرك فيها، مجبور انت فيه. زي ايه؟ زي الزمن اللي اتخلقت فيه. طاقاتك البدنيه والعقليه والذهنيه. ابوك وعيلتك واسرتك، المدينه اللي اتولدت فيها، الوظيفه اللي انت فيها. اللغه اللي بتتكلمها، طولك، جسمك، امراضك، دي حاجات مش في ايد حد. كونك ذكر او انثى دي حاجات مش في ايدك، انت ما اخترتهاش، يبقى دي ترضاها لانها من الله. لا انا ليس اختيار فيها، دي ارضاها، انا فيها مجبور. ادي الجبريه تمشي في الحته دي صح. كويس؟ وبعد كده ربك كلفك بقى بحاجات، انك انت تصلي وتصوم وتصدق القول وتحرص على الرزق الحلال، وانك انت تؤمن بالانبياء وبالرسل وتكثر من ذكر الله عز وجل وتقوم بالحقوق المطلوبه منك. يبقى ربك هيسالك عن دي فعلت ولا لم تفعل، ويسالك في امور الاقدار رضيت ام لم ترضى. فهمت ازاي؟ هذه الحكايه. يبقى في جزء انت بتفعله وجزء انت مفعول فيك. يعني في جزء انت فيه فاعل وفي جزء انت فيه مفعول. القدرية أخطأوا أنهم جعلوا نفسهم الفاعلين مطلقا، والجبرية أخطأوا لأنهم جعلوا نفسهم المفعولين مطلقا. وأهل السنة وقفوا قالوا نحن نفعل في أحوال ويفعل بنا في أحوال، فنؤمن ونرضى بما فعل فينا لأنه من حكم الله لنا، ونفعل ما أمرنا الله به لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني نحن نسأل. سهلة. يبقى فرقة ضلت ضلال كبير لأنها قالت نحن مفعول بنا فقط ولسنا فاعلين، اللي هم الجبرية مطلقا في كل شيء بقى. قاسوا الأقدار على الشرائع فجعلوا الشريعة من الأقدار كمان. فهمت ازاي؟ وده خطأ.
وإلا إزاي ربك ينزل الشرائع ويميز الخبيث من الطيب؟ إزاي إزاي وهي أصلا من الأقدار التي لا مناص منها؟ فهمت إزاي؟ يبقى لابد أن تكون الشريعة جاية من جهة منفكة عن جهة القدر. فهمت إزاي؟ وأنا عند مواجهتي للأقدار أرضى بها وأصبر عليها كويس لأنها من الله، وعند مواجهتي للشريعة أمتثلها وأتقرب إلى الله بها وأحرص على فعله. فهمت إزاي؟ يبقى أنا في حال الشريعة فاعل لأني أختار، وفي حال الأقدار مفعول في. فأنا في الأقدار جبري وفي الشريعة قدري، يعني أفهم مع علمي بأن الفاعل هو الله من خلال اختياري أنا، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فهمت بقى المسألة بقى؟ فالجبرية جنب بإيه؟ بحاوله يرد على القدرية، فراحوا في 60 دهية تانية. فقالوا إيه؟ لأنهم يقولون بأن الأفعال لهم وأنهم مجبورون على الأفعال كلها دقها وجلها. تكتب فوق القدرية أنهم فاعلون، وتحت الجبرية تكتب أنهم مفعولون بهم، مش كده برضو؟ بس. وبعدين حتى الناس العوام يقول لك يا أخي هو في حد، هو في فاعل إلا الله؟ ده العوام يقول لك الفاعل هو الله يا أخي. أنت تيجي تقول له الفاعل مرفوع، تقول يعني إيه مرفوع يا عم؟ ده الفاعل هو الله، إيه مرفوع؟ لأن أنت بتكلمه الفاعل بتاع النحو. لما تيجي مثلا تقول له إيه أكل التلميذ إيه الخبز، التلميذ إيه؟ تقول له فاعل، يقول لك الفاعل هو الله. يا أخي استغفر الله، هو في فاعل مع الله؟ هو بيكلمك على إيه؟ أيوه بيكلمك. وعشان كده الفاعل الحقيقي هو الله، فكان مرفوعا لأن الله فوق الكل. فهمت إزاي؟ فالفاعل الحقيقي في خلقه هو الله، فلابد أن يكون مرفوع، تعالى الله عما يصفون. فشفت بقى أصل الرفع جاي منين؟ فلازم يبقى الفاعل مرفوع طبعا، لأن الفاعل هو الله. فهمت يا سيدي؟ وعشان كده أعلى الحركات هي الضمة، لأنها الرفع، علامة الرفع، علامة الفاعل. وكمان تلاقي المبتدأ هو الأول، الله هو المبتدأ مرفوع برضه. شفت الشغلانة بقى؟ فلازم تاخد بالك، حتى النحو اللي بندرسه يدلك على ربك وانت مش واخد بالك، لأنه هو الأول يبقى هو المبتدأ. واخد بالك؟ ما تحطش البتاع موبوز دي عندك. يبقى لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. يبقى ايه؟ يبقى حتى الانسان العامي، الانسان العامي يقول لك الفاعل هو الله، مش كده برضه؟ هو ده الحق، الفاعل هو الله، صح. طب امال انا بعمل ايه؟ انا بختار، بختار ما يفعله الله على جوارحي، اختار ما يفعله الله على جوارحي. اخترت اصلي، اقول يا رب وفقني، الله اكبر، يقول ربك خالق الذكر وخالق الحركات ويجري الصلاة عليك بناء على اختيارك. تقوم اخترت ان انا اعصي، تتوجه للمعصية، يروح ربك خالق المعصية على جوارحك. مش انت عايز كده؟ ما هو ربك سبحانه وتعالى اصله كريم، بيدي لكل واحد اللي هو عايزه، ده من كرم ربنا، لانه سبحانه هو المعطي الذي اذا اعطى لا يمنع عبد. انت عايز كذا ايها العبد، وانت عبدي وانا بحبك، عايز المعصية طب خدها ويخلق لك فعلها فيك. شوف، يبقى انت بتختار وربك سبحانه وتعالى يوفقك الى ما اخترته. فان كان اختيار اهل التوفيق يبقى انت من اهل الجنة، وان كان اختيار اهل الخذلان يبقى ربنا ينجينا. تبقى الحكاية واضحة. الجبرية اللي هم قالوا ان احنا مفعول بينا او مفعول فينا، ما هو في مفعول فيه وفي مفعول به. المفعول فيه اللي هو الظرف، والمفعول به اللي هو الذي وقع عليه الفعل. فالجبرية قالوا احنا مفعول فينا يعني اظرف لظهور قدر الله فينا، فلا اختيار لنا مطلقا، او اننا يفعل الله بنا، يا اما يفعل الله بنا على جوارحنا فيقتل من يريد بان يوجه القاتل الى من يقتله، اما الذي قتل فلم يكتسب شيء، القاتل هو الله. فهمت ازاي؟ يبقى نظروا للمسألة من جانب واحد، في حين ان اهل السنة نظروا للجانبين.
نظروا لمن كان القدر ظاهر على يديه فنسبوه إليه اكتسابا، ونظروا لمن كان خالق هذا القدر في باطن هذا الأمر فنسبوه إلى الله. عشان كده أهل السنة يقول لك إيه؟ القاتل إذا توجه إلى المقتول فقتله خلق الله القتل عند ممسك آلة القتل بالمقتول، لكن الآلة دي مش هي اللي قتلت، ده ربك خلق القتل عند ممسة هذه الآلة للمقتول بناء على اكتساب هذا الذي قام بالقتل، فأخذ الآلة ووجهها باختياره، فلما وجهها باختياره خلق الله التأثير فيها حتى يؤاخذه على فعله يوم القيامة عشان يشوف خزي فعله، وإلا لو لم يظهر له خزي فعله كان لا يرعوي عن فعل هذه الأفعال مرة أخرى. فأراد سبحانه وتعالى أن يظهر للعاصي خزي فعله في الدنيا لعله يتوب، ثم أجرى تأثير خزي الفعل على يديه حتى يكمل له اختياره، لأنه يعطي ويمنح، ففي كل لحظة هو العاصي المانح، وفي كل لحظة هو القاهر، وفي كل لحظة هو الخالق، وفي كل لحظة هو الكريم، وفي كل لحظة هو المانع، وهكذا. فالحكاية كلها صفات لا كلها فاعلة في وقت واحد في آن واحد. فمن نظر إلى صفة القهر فقط قال بالجبر، ومن نظر إلى صفة الخلق فقط قال بالقدر، واللي أعمل كل الصفات يبقى من أمة سيدنا محمد. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. واضح؟ فبيقول لك الجبرية لأنهم يقولون بأن الأفعال لهم وأنهم مجبورون على الأفعال كلها دقها وجلها ولا تأثير لفعلهم في شيء منها، ويقولون بأن الله إذا عذبهم على المعاصي فهو ظالم لهم لأنهم في زعمهم لم يفعلوا شيئا، وهذا منهم جحد للضرورة وتكذيب للتنزيل. فأما جحد الضرورة فهو ما ينصرفون فيه بحواسهم واختياراتهم، ونحن نشاهد ذلك منهم عيانا. ازاي تقول انا ماليش اختيار وانت يا اونطبي لما بتجوع بتقوم تفتح التلاجة وتطلع الاكل وتنزل تشتري الاكلة اللي تعجبك؟ طب ما انت مختار اهو يا اونطبي. لكن لما تيجي تقول له قوم صلي يقول لك اصل انا مجبور، معلش ما اقدرش اقوم اصلي، لو ربنا عايزني اصلي كان صلاني. طب وبعدين وهو قاعد يلعب قمار ما يقولش انا مجبور، لانه يبقى بيختار ده ويتحجج عند التكاليف بانه مجبور، وعند الشهوات يختارها، لكن عند الشهوات ما يقولش انا مجبور، لكن عند الطاعات يقول انا مجبور. يبقى ده وانطلي اهل ضلالي ضلالي، لان لو كنت مجبورا في كل حال طب من الذي اعلمك انه جبرك على فعل المعصية فتفعلها؟ ومن الذي اعلمك انه جبرك على الطاعة فتتركها لم يجبرك عليها؟ فهمت ازاي؟ ده انت قاعد بتختاره، يجيب لك كوبايه الشاي دي تدوقها كده، دي سكر زياده انا عايزها دلع عشان اخترته، جبرك فيها دي. تيجي تقول له طيب اصدق القول يقول لك ما هو لو ربنا عايزني صادق كان خلقني صادق من الاول، لكن انا خلقني متلونا. وعلشان كده تجد اللي يتحجج ويتمحك بالجبر هم أهل المعاصي والشرك. وقال الذين أشركوا إيه؟ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء، ما عبدنا من دونه من شيء ونحن ولا أبونا ولا حرمنا من دونه من شيء. الكلام ده على لسان مين؟ الذين أشركوا هم اللي قالوا كده، هم اللي تحججوا بالجبر. لما نقول لهم اطعم المساكين يقول لك ايه؟ انطعم ومن لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. ده انتم ضلال ايه يا جماعه؟ بقى ربنا الغني القادر ده المعطي ده يقوم يستنانا احنا نطعمهم؟ ما هو يطعمهم دول عباده. انطعم ومن لو يشاء الله اطعمه، لكن لما يجي ياكل هو ما يقولش لا ما هو لو شاء اطعمني يقوم يقعد جعان، لا ده يذبح الخروف وياكل لوحده. يبقى ساعة الأمور الشهوانية يفعلها بكمال اختياره ولا يتحجج بالقدر، وعند الأمور التكليفية
لا يفعله ويتحجج بالقدر، يبقى ده أهل بدعة. لو أنت بقى على كل الأمور صادق مع نفسك يبقى ما تختارش حاجة بقى، اقعد بقى، حتى لو عطشان ما تقومش تشرب، حتى لو بردان ما تتغطاش. ما هو لو شاء يا أخي دفيك يا أخي، تتغطى ليه يا أونطلي؟ شفت إزاي؟ وعشان كده لو لم تكن مختارا ما خلق الله المعصية وأظهرها على عباده. يعني فعل المعصية والكفر في الأكوان دليل الاختيار، دليل الاختيار. فهمت إزاي؟ لأن ربنا ما يحبش الكفر. يحب الكفر؟ ربنا ما يحبش الكفر، لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. طب ربنا لا يرضى الكفر ويظهر الكفر، يبقى أظهر الكفر لاختيار عباده، لأنه يعطي ويمنح، فهو لم يمنع عن عباده ما اشتاقوا إليه ولو كان كفرا، فإذا اشتاقوا حتى للمعصية الدهر. شوف قد إيه بقى كريم، شوف قد إيه كريم. واحد يشتاق للإزاء يوم ربنا يديله الأزي، واحد يشتاق لأهل الفجر يخلق له أهل الفجر يفجروا معاه، واحد يشتاق لأهل المعاصي ربنا يخلق له أهل معاصي يعصى معاه. الطيور على أشكالها تقع عشان ربك ودود. طب ما هو المعاصي ده الماجن ده مش عايز حد يوده كده ويقعد كده يعني يسليه في فجره، يقوم ربنا يخلق له برضه من على شكلته عشان يسليه ويوده. يبقى ودود مع أهل الكفر بجمع أهل الكفر مع بعضهم البعض، يتعاونون على الكفر فيتودون فيما بينهم باختيارهم. شفت إزاي؟ وودود مع أهل الطاعة، يقوم يخلق لك أهل طاعات كتير. عايز تذكر تلف كده تلاقي الذاكرين وتلاقي الطاعين وتلاقي أهل الله كتير. يبقى الفكرة أنت عايز تختار تمشي مع أي فرقة، تلاقي الفرقة اللي أنت عايزها. وعشان كده قال لك إيه؟ واتبع سبيل من أناب إليه، مش كده برضو؟ واتبع سبيل من أناب إليه، مش هيقول لك واتبع إلا إذا كنت عندك الاختيار أنك تتبع أو لا تتبع، وإلا هيأمرك ليه؟ وعشان كده وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم أنكم مجبورون على ذلك غير مسؤولين عن أفعالكم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة. إيه هي الحجة البالغة بقى؟ فلو شاء الله لهداكم أجمعين. يعني حجتي عليكم إن لو كنت أجبرتكم وأنا لا أحب الكفر لكنتم مؤمنين، لكن ده أنتم ماشيين في الكفر وسيبكم. يبقى أكبر دليل على اختياركم أنكم تعيسون في الأرض فسادا وأنا أترككم ولا أحب المفسدين. شفت إزاي؟ فلو شاء الله لأجبركم وهداكم أجمعين، ولكن لما لم يكن مشيئته إجباركم بل مشيئتي أن تكونوا مختارين، فظهر أنه هناك فريق للجنة وفريق للسعير. سهلة. إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لا خاضعين. طب لما ربك خلق خلق مجبورين طلعوا إيه؟ كلهم مؤمنين اللي هم الملائكة. الملائكة ربنا خلقهم جنس مجبور جبري، لقيت فيهم كافر؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الكفر، فلما خلق جنس مجبور جبرا فجبره على الطاعة. الجمادات والحيوانات مختارة؟ مش مختار. طب هات لي كده حيوان كافر ولا نبات كافر ولا حتى حجر كافر، تلاقي كل من على الأرض مستسلم. النبات ما يقدرش يمنع الثمرة بتاعته اللي أراد ربنا يطلعها، ولا يقدر يمنع واحد يقطف وياخد الثمرة دي يستفيد بيها. يجي لو النبات مختار لعلمك، تيجي تقطف البلحة من النخلة وانت عاصي تروح النخلة تف عليك، تقول لك لا ما تاخدش رزق ربنا، ما ترضاش الدول. لكن شوف مجبورة مستسلمة لقدر الله، طلعي ثمرتك ويكلك البر والفاجر، تنصاع تطيع، يجي البر والفجر والحيوان واي حد يمد ايده ياكل.
حاضر يا رب. الارض مستسلمه، لو اختارت مما الارض بتجأر لربنا، مش الرسول قال كده الارض بتجأر لربنا من اهل المعاصي؟ فيقول لها لو كانوا عبيدك لابتلعتيهم، ابتلعيهم اعملي اللي فيهم، لكنهم عبيدي، لو تابوا وعادوا الي تبت عليهم. يبقى كل ما في الاكوان غير مختار مجبور على الاستسلام والانقياد، اللي هو بين فيه قول الله عز وجل وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نيجي بقى للجنس اللي هو فيه منهم كافر ومؤمن اللي هم المختارين، لاقي بقى ايه الكافر والمؤمن. لسه عايز يبقى ايه في جنس، في جنس الوحيد اللي هو مكلف اللي هو الانسان والجن، تلاقي هم دول الوحيدين اللي فيهم كافر ومؤمن. يبقى وجود الكفر دليل الاختيار، لما انتزع الاختيار في الاجناس كلها ما وجدناش فيهم كافر، وادي معنى كلام ربنا ولو شاء لهداكم اجمعين، يعني لو شاء اجبركم فهداكم اجمعين كما فعل في الايه في الملائكه، ولكن مشيئته ان تكونوا مختارين. يبقى اكبر دليل على عدم الجبر هو هذا المعنى. واما التنزيل فقوله عز وجل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، مش ربنا نسب للنبي فعله رميت، يبقى فاعله، نسب للنبي الفعل ونسب لله الاثر، ولكن الله رمى يعني اثر، جعل رميتك مؤثرة. يبقى الله هو المؤثر والعبد هو الفاعل، فالله فالعبد يختار الفعل والله يخلق الأثر في الفعل. واضح؟ سهل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني نسب إليه الرمي ونفى عنه التأثير. شفت بقى الحكاية؟ كلام جميل واضح. أهل السنة عندهم كده الحكاية واضحة عندهم. وقوله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فقال لهم تحرثون، يبقى نسب إليهم الفعل الحرف ولكن لم ينسب إليهم الخلق اللي هو إيه الزراعة، إن ينبت النبات ده بإيد أنا، أنت تحرث بس وأصيبك على حرثك، تاخذ ثواب في الآخرة لكل من يأكل من حرثك، وبعدين أنت بقى بعد كده كمان تستفيد باللي يطلع، لكن انا اللي بطلع وانا اللي بنبت وانا اللي بعمل كل حاجه. وفرق بين الحرث وبين، وبرضه أفرأيتم ما تمنون، لا انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. انت نفسك المني اللي جواك ده ما خلقتوش، وفي نفس الوقت ما وصلتوش الى المرحله اللي بيه يتطور الى انسان كامل، ما تعرفش. ده حتى غايه ما يفعلوه الوقت في العلم الحديث اللي هو طفل الانابيب يعمل ايه؟ يعمل التخطيط في الخارج، لكن يقدر يفضل في الخارج لحد ما يطلعه ولد كامل كده؟ كامل الخلق ما يعرفش، لازم يدخله في رحم امه. يعني هو ربك اللي بيخلق في بيئه معينه ما حدش يعرف يقلدها. افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. شفت الحكايه بقى؟ يبقى نسب اليك انك تمني. يبقى نسب إليك الاكتساب، فعليك ألا تجعل هذا المني إلا في الحق وإلا يبقى زنا، في حين أنك أنت ما خلقتهاش. فهمت بقى المسألة؟ يبقى حالك من أعمالك نسبة الأعمال لك كنسبة الولد ابنك لك. ابنك مش منسوب ليك، نقول فلان ابن فلان. مين أبوك يا ابني؟ يقول لك فلان. طب وأبوك خلقك؟ ما خلقكش، لكن منسوب إليه اكتسابا. يبقى ابنك عملك بس في الحس، والعمل عملك في المعنى. الابن في الحس انت بتخلقه؟ ما بتخلقوش. طب ليه منسوب إليه؟ لأنك انت الذي اكتسبته، وانت اللي رحت اتجوزت وبعدين طلبت الولد وأخذت بالأسباب فوفقك الله فخلق الابن ونسب إليه فبقى ابنك وأنت لا تخلقه. كذلك الفعل، أنت ذهبت إلى هذا الفعل وأردته فخلق الله الأثر فنسب الأثر إليك كما نسب الابن لك، وأنت لم تخلق هنا الأثر ولم تخلق هنا الابن. في كل حال فهمت بقى الفرق بين هذا وذاك؟ لأن في ناس أصلهم ما فهموش
قضية الاكتساب والفعل بتاع الإمام الأشعري. في ناس بيقروا ده أزهرية ما فهموهاش، لدرجة ما يحبوا ساعات يلغزوا يقول لك ألغز من اكتساب الأشعري، يعني دليل ان المسألة غامضة أشد من غموض قضية الاكتساب عند أبو الحسن الأشعري. يعني علماء الشريعة اللي درسوا كتير في الكتب وما فهموش، ربنا ما وفقهمش للمعاني اللي بقولها لك ببساطة دي، واخد بالك؟ يقوم اعتبرها لغز وفضل يعبد ربنا طول عمره وهو مش عارف يحل اللغز ده، هو رمى من مخه بقى وبقى يعبد ربنا وخلاص ويموت على كده، ما حلهاش، مش عارف ايه علاقته بفعله وعلاقته بالأثر، مش عارف يحلها. فهمت ازاي؟ لدرجة ان كانوا المشايخ يقعدوا مع بعض لما يجي يقول كلام غامض يقوم يقول لي يا اخي ده كلامه غامض، الغز من اكتساب ابو الحسن الاشعري. يعني بيعتبر ان قضية الاكتساب ده انت شايفها انها ملغزة دلوقتي، يبقى انا ما شرحتها لك، مش ملغزة، لانه هو لم يوفق لواحد يشرحها له كده. فنحمد ربنا ان احنا ربنا وفقنا لهذا المعنى. يبقى الاكتساب زي بالظبط المثال اللي ما قلت لك، ابنك انت خلقت ابنك ما خلقتوش، طب منسوب لك ليه؟ اهو ابنك عملك، وعشان كده ربنا بين لك المعنى ده انه عمل غير صالح. شفت بقى؟ بيلفت لك بهذه الاشاره لسيدنا نوح، يعني سمى الابن عمل. فهمت ازاي؟ سمى الابن عمل في حين انك ما خلقتش الابن. فهمت ازاي؟ يبقى برضه العمل الطاعه، الطاعه لم تخلقها ومنسوبة إليك، يبقى الطاعة أنت لم تخلقها ومنسوبة إليك، وعشان كده لا يدخل أحد الجنة بعمله، لأن أنت ما خلقتش الطاعة تدخل ليه، أنت عملت حاجة. فهمت بقى؟ لكن تدخل برحمة ربنا أنه رحمك فجعلك تختارها فخلقها على يديك، يعني رحمك باختيارك وتوفيقك لهذا الاختيار بس. شوف قد ايه ربنا كريم ان يسيب عباده ويختاروا اللي هم عايزينه ويندلهم اللي هم عايزينه، حتى لو كانوا اللي عايزينه ده ربنا مش عايزه. يمكن انت مع ابنك مش بهذه الرحمه، مش كده برضه؟ يعني ربنا ارحم بيك من الاب مع ابنه. ابوك لو مخه شايف ان الحكايه دي هو ما بيحبهاش ما يديهالكش ابدا، والله لو جبت له مين يرضى يديهالك؟ ما يرضاش ابدا طالما مش مقتنع، صح ولا لا؟ لكن شوف بقى ربنا مع عباده، اللي عايز الكفر يدهوله، واللي عايز الايمان يدهوله، واللي عايز الصلاح يدهوله، واللي عايز التوبه يدهاله، واللي عايز الغنى يدهوله، واللي عايز الفقر يدهوله، واللي عايز كل حاجه يدهاله، كل حاجه يدهاله. سبحانه وتعالى رحمه وكمال وجمال وكرم. فهمت المعاني؟ يبقى ايه حرمت؟ تسمع من المشايخ يقول لك ايه الغز من اكتساب ابو الحسن الاشعري، كلامه واضح، ابو الحسن الاشعري كلامه واضح، ده كان بيكلم غيلان من الفلاسفه، ده كويس ان ربنا سبحانه وتعالى جعله يعوم في هذا البحر الخضام ويسبح من كلام الفلاسفه في عصره، ده ربنا نصره بالحق والنور. وبعدين في الاخر يتريقوا عليه، وابن تيميه ما عندوش حجه الا يقعد يشتم ابو الحسن الاشعري والاشاعره والاشاعره، حطيتهم على دماغه، هو نفسه مش فاهم كلامهم، هو نفس ابن تيمية نفسه مش فاهم اكتساب الأشعار، عاش ومات ولم يفهمها، صدق بقى دي، ولم يفهم حتى كلام الإمام أبو الحسن الأشعري في التأويل للصفات، ولا فهمها أصلا، فهمها خطأ، ونسب فهمه الخطأ إن ده فهم أبو الحسن الأشعري، فابتدى يشتم فهم أبو الحسن الأشعري وهو في الحقيقة بيشتم سوء فهمه، لأن أبو الحسن الأشعري ما قالش كده، ده انت اللي فهمته غلط. عشان كده ابن عربي الامام محي الدين ابن عربي كان في عصره بيقول كلام يعني مشتبه عند كثير من الناس العوام، من عمق كلامه كان كلامه يبقى مشتبه، وهو لم يقل بالحلول ابدا ابدا، وهو نفسه برأ نفسه من هذا في عقيدته في الفتوحات، ألا قال أنا لا أقول بالحلول أبدا ولا أعتقد ذلك، وأعتقد من يقول ذلك أنه كافر. وبعدين تيجي تقرأ كلامه تلاقي فيه إشارات للحاجة توحي بالحلول، لكن كلامه مش معناه كده، هو بيتكلم بمعنى آخر. فلما كان يمشي في الشارع العيال تضربه بالطوب،
العلماء يسلطوا العيال يضربوه بالطوب ويقولوا له يا كافر، فيجوا تلامذته ويقولوا له يا إمام يعني خليهم يبعدوا عنك، قال دعوهم فإنهم يضربوا الذي يفهمونه عني وأنا لست ذلك. هم بيضربوا اللي في مخهم مش أنا، إنما مش بيضربون أنا، ده بيضربوا اللي في مخهم اللي بيقول بالحلول، أنا ما بقولش كده، سيبوهم ده هم بيضربوا واحد تاني. فهمت ازاي؟ اهو ده الحكايه كلها. يقعدوا يشتموا في ابو الحسن الاشعري عشان هم ما فهموش كلامه، فهموه غلط ويفتكروا ان الفهم الغلط ده هو انك فهمه، ابتدي يشتم في ابو الحسن الاشعري. هو الحسن الاشعري مش كده خالص. فهمت المصيبه؟ الجماعه السلفيه والوهابيه ما ورعهمش الا الاشعريه ضلاليه، الاشعريه ضلاليه، ويحذروا الناس من الاشعري. مش كده اللي بيحصل؟ مش فاهمينهم. طيب. ها؟ 250 هجرية الحدود دي كده. يعني اظن هو اتولد 250 200 حاجة، وبعدين يعني في القرون الأولى، في الثلاث قرون الأولى. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فأثبت عز وجل الفعل للعبد وأثبت الفعل لنفسه معا. فأما ما هو من فعل العبد فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة من ترابه بيده ثم رماها، وهذا حقيقة فعل من البشر مرئي محسوس. وأما ما هو من فعل الرب سبحانه فهو أن تلك الغرفة ليس للبشر قوة على إيصالها إلى جميع أعين الأعداء، وقد وصلت لجميع أعينهم حتى أوقعت الهزيمة فيهم. يعني التأثير يعني يبين هذا المعنى ويزيده إيضاحا قوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت عز وجل لنفسه مشيئة ولخلقه مشيئة، لكن مشيئته خلق مشيئة خلقه لا تتم إلا بمشيئته عز وجل. هذا ما هو من طريق النقل والمشاهدة. وأما من طريق العقل والنظر فما يجد الإنسان في نفسه من الفرح إذا شاء شيئا فساعدته القدرة على بلوغه، فرح بذلك لنفوذ مشيئته وبلوغ أمله. فإذا شاء شيئا ولم تساعده القدرة على نفوذه حزن لعدم نفوذ مشيئته. فهذا أدل دليل على أن للعبد مشيئة واضحة. تبقى مشتاق لحاجة وعايز تعملها، تيجي تعملها تحصل عليها تفرح، وتيجي تشتاق لحاجة تانية تقوم تحاول تحصل عليها ما تحصلش عليها تقوم تزعل، يبقى دليل لك مشيئة. فهمت؟ وما جعل الله عز وجل لعبيده من المشيئة وربط الأسباب بالمسببات وربط العوائد في بعض الأشياء بما جرت فهو أثر حكمته، وحكمته عز وجل وصف قائم بذاته، فإنكارهم لهذه الصفة تخصيص لذلك العموم. ومنهم المجسمة نقرأ عنهم بكرة إن شاء الله. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.